نادين عبد الخالق موجودة معنا اليوم، لايف كوتش مدربة، رح تخبرنا اليوم عن التحفيز، تحفيز المراهق على أنه يكون غير كسول، على أنه يكون مسؤول، لنشوف شو تعريف هالمواضيع أصلاً. أهلا وسهلا فيك. بونجور، كيفك؟ يعني اليوم لما بنقول مراهق كسول، شو بنكون عم نقول؟ وإمتى الأهل بيحسوا أنه ولدهم ما قالوا جلادة يعمل شيء، ولدهم حابب أنه يقعد لحاله وينزوي، وهل الانزواء هو كسل؟ أول شيء المراهق بدنا نعرف أنه عم يمرق بفترة كتير صعبة، هي تغييرات على كل الأصعدة. ما فينا نقول الانزواء كسل، حسب قد ايه عم ينزوي. طبعا هو بفوت بعالمه الخاص، بيعتبر حاله هو قادر على التغيير، بيعتبر حاله هو الشخص اللي عنده كل الالمام بالمعلومات وعنده كل الاجوبه، بس بالحقيقه هو مش هيك. الكسول نحن اكثر الظاهره اللي عم نشوفها انه كثير بينزووا بالديفايسز اللي عم يستعملوها، الالكترونيات، وبيبطلوا في تواصل مع الاهل. هيدي جزء منها كسل وجزء منها عادر ربع ليا ما بقدرنا ننتبه لها قبل. أنا اللي حب أقوله اليوم، أنا كيف بدي حافظه لهيدا المراهق يقوم عن هالكنبية، عن هالكرستو، يطلع من قوته ويشارك معنا بشي جزء من العائلة، يعني يا غدا يا ظهرة يا وجبات منزلية يا أمور تانية. في عنا خطوات بنقدر نتبعها. أول شيء الإطراء والتشجيع، لأنه كتير كتير بحب المراهق يسمع إطراء. دائما بنقول people do better when they feel better. لما يحس حاله أنه هو مقدر بصير ممكن يصير engaged أكثر، يتفاعل أكثر. منشجعه حتى لو بنعرف أنه هالقدرات بيملكها، منضلنا نشجعه عليها ليزيد التحفيز عنده. تاني شيء حس الفكاهة، كتير بحبه تنكيت والمزح. يعني أنا اليوم بدل ما أعطيه lecture محاضرة، بقدر ألفت له نظر وعشية أنفي بطريقة المزح. يعني مثلا مين اليوم كسر لنقول صحن، أو مين اليوم في حدا خبى شغلة بالبيت ونحن مش عارفينين، هات لنفتش عليها، بنعملها بطريقة فوني أكيد. تاني شيء بنقدر نعقد اتفاق، يعني اليوم هو بده يعمل شغلة، بقول له أوكي أنت بتعمل هيدا الشيء، بعمل لك إيه، أنا باخدك وبجيبك بالويكند مع أصحابك، بس أنت بالمقابل هالأسبوع بدك تقوم بشغلة واجب منزلي أو تعمل لي شغلة بالمقابل. بعدين منحفز أو نعمل شراكة أنا وياه. هيدا المراهق شو بده؟ بقول شو هي أهدافه، شو هو بده، أنا بقول شو أهدافي شو أنا بدي، منحاول نلاقي صيغة، ما بدي أقول إيكوال، بس منلاقي أرض موحدة أنا وياه. خلينا نتفق أنه أنت بدك هالشغلة، أنا بدي هديك الشغلة، خلينا نلاقي شيء بيني وبينك، وأنت اختار الطريقة والوقت لتنفذ. هيك بخليه يحمل مسؤولية أكثر. 100% اللي عم بتقوليه، يعني بشكل أنه نحن لما بيكون عنا ولد صغير من أقلم البيت وحياتنا على أساسه، لما بيكبر شوي ما بنعتبر أنه خلص كبر، بينما كمان البيت بده يتأقلم مع المراهق يلي صعوبة اللي عم يمرق فيها أكبر بكتير من لما كان يعني صغير وبحاجة لنا عمليا نفسيا. هون هو كمان بحاجة أنه البيت يكون عم يتأقلم معه، يعني نقول له ظهر من الأوضة، طيب ظاهر شو يعمل، الأشياء اللي نحن بدنا إياها ولا شوي الأشياء اللي هو بده إياها. صحيح، بالضبط هيك. نحن بعد ما نعمل الشراكة معه، الأهم نقدر نتابع متابعة العمل. يعني بعد ما أنا لقي أرضية مشتركة أنا وياه، وهو حط الأجندة تبعوله، والوقت كمان مربوط بالوقت، لحمله مسؤولية لهو البيس تبعوله. أنا ما بدي كبر له الحجر، كمان بدي تابع. يعني اليوم هو تقاعس عن أنه يعمل هيدا الشيء، بدي ذكره أول شيء، بدي ذكره بطريقة مقتضبة، لا ما فوت معه بجدال وبمحبة وببسمة. بعدين بده يرجع يجادل ويلاقي حجة طبعا، لأنه بده يتهرب من هذا العمل. بدي أرجع ذكره، بعدين بطل أحكي، بصير أطلع على ساعتي وببتسم له، وصدقي أنه هاي الطريقة كتير فعالة. أنا عم بعطي تولز دغرة تطبق، هاي الطريقة كتير فعالة أنه حركه، حيضلوا يحتاج، حضلنا أقول له هيدا كان اتفاقنا، وببتسم وبطلع بساعته أنه الوقت عم يقطع، أنت لازم تعمل هيدا الشيء. أنا مني مع أنه المراهق دايماً من زوي وكسول وغير مسؤول إلى ما هنالك. طبعاً في جزء منه هالشغلة، بس الأهم أنه هو ما بيشوف الشغلة مهمة لإله. يعني نحن دايماً بنحط أجنداتنا على المراهق وما بنتأقلم معه، وبنعتبر حسب معاييرنا يي مراهق كسول، ما قالوش لدي يعمل شيء، ما انه مسؤول.
اليوم أنا بدي أشرح له أنه هالشغلة اللي أنت ما حابب تعملها أنا كمان قطعت بمحل ما حابب أعملها، بس هي بتفوت بالهدف الأكبر. يعني أنا اليوم إذا ما بدي نظف أوضتي، بكرة أنت لما تكبر وتعيش لوحدك بتصير صعب عليك كتير تنظف أوضتك، وهذا الشيء بضايقك، فخليها نخلقها عادة اليوم، خليها تفوت بالهدف الأكبر. أو أنا ما بدي كمل دراسة، أنت اليوم حابب تعمل تمثيل بس لا تقدر توصل على خشبة المسرح، بده يكون عندك أرضية معينة. دايما لما أشرح له وحسسه أنه اللي عم تعمله هو حيصب بهدفك الكبير يعني في شغل الأهل بدهم يعملوا وما يكونوا هن كسولين ومستسلمين أصلا، لأن أوقات كمان صحيح يعني كل هيدا اللي عم تحكيه بده جهد وخصوصا نحن تحت ضغوطات، مثل ما كنت عم بتقولي، ونحن تحت ضغوطات كبيرة وتعب، وعنا غير ولد، مش بس عنا مراهق، عنا كذا حدا بالبيت. بعدين بدنا نعطيه رأي، يعني اليوم هو بده يقول، أنا بعطيه 5 احتمالات أو 3 options وهو بده ينقي ضمن هالأوبشنز. قبل ما نتابع بهالموضوع خلينا ناخذ اتصال لنادين نرجع نتابع. ألو ألو بونجور. يا هلا تفضلي. بس بدي أسأل سؤال كيف. تفضلي. ما عم نقدر نسمعك، فات انترفيرنس على الاتصال. بعد على الخط المدام. ألو ألو يا هلا. يا هلا تفضلي. هذا اتصال ثاني. بليز بس بدي اسال سؤال، هو اللي عم تحكيان الاخصائيه بيمشي شيء على ولد عمره 4 سنين؟ هلا نحن عم نحكي عن المراهقين اليوم، اكيد بيكون عندنا حلقه عن الاولاد بهالعمر. هلا انا ابتسمت لانه ابني عمره 4-5 سنين، فكمان انا عم نعطيها تب صغير، نعطيها تب برانه اذا بدها فيها تتصل فيه بعد الهواء وبقول لها. كمان عندنا اتصال. لا منتابع لكينا عم نقول انه لازم نحن كمان يكون عندنا طريقه، يعني وفي جهد بده ينعمل من قبل الاهل لحتى اللي هن يكونوا عم يتاقلموا مع المراهق. بس اهم شيء نعطيه راي، يعني انا اليوم اذا هو قال انا اليوم بدي احضر العشاء، بخليه يعمل دقائق زاد، يعني بخليه يروح يتسوق ليجيب الاغراض للعشاء ويحضره، مش بدي اقول له لا عليك بدك تعمل هيك، بلا ما تعمل هيك اعمل عشاء تاني، خلي هو يكون عنده القرار الكامل. بحدد له بين كذا مهمه لازم يعملها كواجب، نقي بيناتهم وبعطيه وقت. بعدين دائما نحن بنخاف يفشل، سقط بامتحان بالمدرسه، خليه يفشل ويتعلم. بجي بساله انت شو حسيت، شو فيك تعمل شيء تاني لما ينعاد هيدا السيناريو معك. بلا أكيد الأهل كتير صعبة، وخصوصا نحن عنا أفكار مسبقة أنه يا لطيف سقط يعني انتهى مستقبله بهالعلامة، وبفهم كتير خوف الأهل على هالموضوع، تعبهم وين عم بيروح وجهدهم المالي والمعنوي، وأنه كيف بيساعدوا الولد. وبسأله في طريقة ساعدك لنقدر ندرس هالمادة بشكل أفضل. بعدين المراهق كتير بينسى، بدي لاقي طرق ساعده يتذكر، يمكن يحط له ستيك نوت حسب شو الطريقه اللي هو بحب يتذكر فيها، يمكن يغير له شيء بقوته ذكره. في ناس بتغير الساعه بتلبسها بايد ثانيه لتتذكر انه عندها شيء تعمله. وشغله كثير مهمه، لازم دائما خليني عم حفزه بالمكافاه. يعني انا اليوم بقوله بس ما بدي اعوده كل ما بدي يعمل شيء ياخذ مكافاه، لا بدي أعمل هيدا الشيء، لأنه أوقات بيكون المراهق ما عنده القدرة الكافية أو ما عنده ثقة بنفسه يقوم بهذا العمل. اليوم أنا بدي شجعه وقل له إذا عملت هيدا الشيء حيطلع لك ريورد مقابيله، فرح ياخد هالمخاطرة ويعمل. صحيح، والريورد سيستم فيه يكون متعدد، في ناس تعمله مقابيل ظهرة، مقابيل شو ما كان، في ناس تعمله مقابيل لقاء مادي، هيدا حسب كيف كل بيت بيتصرف. الأهم من هيك أنا لما أعمل فوت معه بالنقاش لنقول بده يستعير من عندي، إذا عندي بنت صبية بدها تستعير من عندي الجزدان اللي مدري شو، بقول لها أوكي بدك تاخدي، أنا بدي استعير من عندك هيدا الإكس، هاي الغرض اللي كتير بهمك. يعني خلي يحس نفس الشعور. نفس الشعور، وبيصير مسؤول، ما ينزع الغرض اللي استعيره مني أو اللي اضطر ياخده لا ما بعرف شو يعمل فيه. يعني هو كمان عنده غرض مهم عندي. نعم. دونك هي الطرق نحن بدنا نفهم. هلأ هي شغلة صعبة لأنه المراهق لا هو راشد ولا هو ولد، في مواقف بيبهرنا بحطنا بمحل، وفي مواقف نرجع منقول أوكي عم نحمله فوق طاقته. هون الدوزون كتير دقيق، ومثل ما قلتي لازم نأقلم البيت لا نقدر نستوعبه لهالمراهق. كمان حكيت عن الموضوع الأكاديمي، وبنفس الطريقة أنه أوقات كمان مش مهتم
بكثير من المواد المراهق لانه بلش يفكر هو بشو بده يركز. يعني كمان الاهل اوقات ما بينتبهوا انه الحياه الاكاديميه هي فورماسيون لشخصيه الانسان، بتتكون شخصيته بهالطريقه، مش ضروري يكون ناجح 100% بكل المواد، لان بالنهايه رح ينقي مسار واحد. صحيح. هون ببلش المراهق يفكر انه انا ليه عم بتعب بكلها، وهون بدنا نرجع ل اللي حكيتين عنه انه كيف بدنا نفسر له قد ايه اهميه المواد كامله، يعني مع انه هو بده ينقي مدرسة. نحن بدنا نقول له المدرسه هي حتعطيه طريقه تفكير ليواجه المجتمع والمستقبل والجامعه والعمل. مدرسه ما حدا كان شاطر بالمات بالمدرسه وبس ابدع بالجامعه بالمات، في كثير تلاميذ او بالتاريخ او بالجغرافيا، في كثير تلاميذ كانوا كثير ضعيفين بالمدرسه وابدعوا بمجالات ثانيه. فكمان احنا بدنا نطلع من هالصورة النمطية انه جايب علامات انا يعني انا عم قيمه بعلامة. طبعا الغرب وفي كتير مجالات تانية، هذا موضوع تاني بالنسبة للعلم والمدارس، بطلوا يعملوا هيدا الجادجمنت، هيدا الحكم لقاء علامة واحدة، لانه يمكن عن جد بالامتحان يكون عنده حالة معينة هيدا التلميذ ما بين. فنحن بدنا نشرح له هيدا الشيء، بس بدنا نقول له هيدا سيستم مضطرين نمرق فيه لنوصل لمحل تاني. بعدين لما بدنا نحط له هدف يحققه بدنا نفككه، يعني بدنا نعمله سمارت، بدنا يكون أول شيء صغير قادر يحققه ومربوط بمدة زمنية. أنا إذا بقول له روح رتب غرفتك حيغط على قلبه، بده يرتب خزانته، كتبه، وراقه، قصصه، الجادجتس، اتسترا. بينما لما حدد له بس عرب كتبك اليوم بخلال هالساعتين بيقدر ينجز هالشيء، بطل يحسها هالقد كبيرة. أنا عم بعطي مثل كتير أكثر من هيك، يمكن لما هالقد بيكون التاسك صغير وهو مفكره كتير مهم، أول شيء بيقدر يعمله لأنه مش مكبرت له إيه، وبعدين بحس إنه أنا عملته بخمس دقايق وبصير واقع، ما عملته ما بعملته بساعتين لأنه فات بالمغامرة. هون منغير له النظرة. يعني اليوم أنا كيف فيه شجع يمكن لهالمراهق بغدا العائلة فيه يقول شيء إيجابي عنه، حتى لو بيّن لأنه ما عم يسمع، هو عم يسمع وعم بخزن، يمكن خلال الأسبوع لا أقدر أتحشر فيه خبره عن شيء هو عمله هو وصغير وأضحك أنا وياه. هون عم برجع بخلق بند أنا وياه، مع العلم أنه أوقات نعمل العكس كليا، يعني مركز على السلبيات طبعاً. كأنه مزحة أو يمكن ما بيخطر عبالنا أوقات إلا السلبيات. طبعا ضغوطات الحياة بتخلينا نفرغ أوقات طاقات سلبية على الأولاد، ونحن مش آلهة، نحن بشر ومعرضين، بس نحن بدنا ننتبه. وما في طرق مثلى، يعني ما في أم قد ما تحاول أو أهل بيقولوا أنا وصلت للطريقة المثالية، بده يضلوا يحاول. بدنا نقشط ونرجع نطلع ونقشط، هيدي مرحلة هيك بنتعلم وهيك بنوصل. نادين عبد الخالق مدربة، أهلا وسهلا فيك، شكرا لك اليوم، على أمل أنه الأهل يتذكروا أنهم كمان كانوا مراهقين ويشوفوا يعني بننسى نحن مع الوقت هالشعور، وبنصير أنه خلص قطعنا هالمرحلة وصرنا بمرحلة مسؤولية، بننسى أنه في مرحلة قطعنا فيها لنوصل لهون. شكرا لك، وقفي هلأ ونرجع متابع لايف.